هاي الاخوان السلام عليكم. تقطعت لي لا كونيكسيون حيت كنت مع الواي فاي. المهم كنت غادي نقول لكم اليوم ان شاء الله على سميتو على المشكل ديال الزيت ملي كتبقى يعني البوره الزيت كتشعل ملي كتشعل بلي لكم بوره الزيت في الطوموبيل ملي كتكون غادي في لاغلونشي ولا كتكون يعني واقف في الطوموبيل عندك كتشعل لك بوره الزيت. هذه فيها فويت ديال الزيت او ميم طون كان عندي فيها مشكل انها كتشعل فيها بوره الزيت. المشكل ديالها جا من لا كريبين ديال البومبا ديال الزيت هذه اللي كانت عامره بالكولا. داروا ريباراسيون داروا بزاف ديال الكولا ما خلاوهاش تنشف. دونك هذيك الكولا تكركبات وتجمعات وهذا ما عاد كيمص الزيت هو اللي مدخلها. الدراري البارطاج الله يسهل لكم وطاقوا لي بلا ما شعني وصل البنات مستافد على المشكل ديال هاد لي فولكس فاغن العربي ديال المطر بحال دونك هادو داروا ريباراسيون مدع بلا. دونك كتبان لكم راه الزيت كاع مكفح يعني في تحت ديال الموتور مشى حتى لهي كامل. دونك كتخوى من جنب سميتو او ميم طون كانت هذيك هاد لا كريبين هذه عامره بالوسخ. دونك كيخفي انه الموتور ملي كيكون غادي بلا غالونتي ما كيدورش مزيان انه يمص الزيت اللي كافيه. ملي كتكسيري كطلع الزيت اللي كافيه مي هادو الكولا كتجمع. دونك بالنسبه لي انا حاليا حيت هادو غنقي هذا بالخف كانت فيه ديجا واحد الكراك ديال الكولا اللي كانوا لاصقين فيه. اما بالنسبه اللي عنده اللي بالنسبه للدراري اللي عندهم يعني البلاصه ويهزوا الطوموبيل سميتو انا درت جوج جوانت حجرات وهز اللعب وحيد لابان ونقي هذيك وغادي نجمعها ان شاء الله. غنقي هذه البليصه هذه وغندير الكولا وغنجمعها. المشكل يقدر يرجع عاوتاني من الفيل برو كام اللي كان فلاور سورتو هاد لي موتور تي سي سواء لا بومبا ديال الزيت سواء لي كان فلاور اللي كاين يعني لي بالانسر اللي تيسميوهم سواء عندك لي كام سواء لي برو كام. الاغلبيه كتجي من هاد البؤاد الكريبينه هادي. الغالب الطوموبيلات اللي شداتها ملي كنبدلت الزيت يعني كنبدلوا الزيت معطله بزاف هذيك شنو وقع انه هذيك الزيت كدير التخت والتخت كيجي كيلصق هنايا وكيحبس لينا سميتو. دونك نقي حيد اجمع وكتجي الكارتير ديال الزيت. الكارتير ديال الزيت كتهزي زوار عادي كتهزي زوار كتنقي اللعيبات وكتهز طورنوفيس كدوزو حيت كاين واحد لي غاي صغار فيه هنايا. هادشي كنقول انا بالنسبه ليا انا هادي اخدمه يعني في الزنقه ماشي كراج ماشي شي حاجه يعني خدمه في الزنقه عادي اي واحد يقدر يديرها لراسو. وملي كندير دي فيديو راه سيغتو يعني اي واحد يقدر انه يبريكولي لراسو سميتو. اما نورمالمون الا عندك شويه الرزق راه كتمشي للكراج كيقاد لك المسائل بالخف يعني عاديه جدا باللي يعني سميتو. سينو هادو بالنسبه لهادو عندك سوا ديك الكريبينه سوا بومبات الزيت سوا لي كام فلاور سوا لي كام و سينو راه عندك مشكل في الكابتور ديال الزيت ملي كتكون واقف في ستوب لي تور ديال الموتور تيكونوا هابطين وسكيفي انه دونك هادو الاغلبيه فيهم راه كاين واحد المانو هنايا لتحت هو هذا المانو هذا هو اللي نورمالمون اللي كيتعنكش حيت هاد الخيط هذا جا تحت الفرافر وكيجي هنايا دوك كيكون سخون برد كاين الخيط كيتقطع ولا سينو راه المانو كونتاكت هذا اللي واكل الدق يعني. وكاين اللي فيهم جوج مانوات واحد هنا واحد تحت منه واحد لا بريسيون واحد لا باس بريسيون. مي بالنسبه لنا هذا هو الاهم كتبدل زيتك في الوقت كدير الفلتر ديالك وهذا ما كان. يلا الخوت اللي عنده مشكل بحال هذا بدا باي حاجه هزنا حيد الكارتر ديال الزيت ديالك شوف الكريبينه ديال البومبا هي الاولى نقيها جمع داك الشيء خوي الزيت المزيانه وشد بها لوطوروت ولا شي حاجه باش تحفظ عليها انك باش تقدر تزيد بها مزيان وهذا ما كان. يلا الخوت الله ليا فراسكم نهاركم مبروك ان شاء الله غادي نجمع هذا الشوا غادي نشوف شنو قالت الشوافه. الدراري بالنسبه للباج كنلوحوا شي حاجه تافهه كتبارطاجا بالخف ملي كنديروا شي مواضيع مزيانه ما كتبارطاجاوش. دوك بحال قلت ما كتشجعش انك دير شي حاجه اللي هي يعني يستافد منها بنادم حيت بنادم باغي يعني باغي شي حاجه اللي يضحك عليها وسميتو مزيان يكون الميكس يكون شويه الضحك شويه ديال الجد وسميتو. مي نحاولوا نمشيو شويه على الجد باش كلش انه دابا تبارك الله الدراري كيديروا مواضيع مزيانين. زكريا اسماعيل ابراهيم الدراري كاع كيلوحوا تويشيه الحسن كيلوحوا تويشيه مزيانين. دوك نحاولوا نشجعوا سميتو باش توصل للباج تبارك الله تقريبا وصلنا 20,000. دونك هذا ما كان. يلا الخوت الله يفرسكم بو ويكاند بداية اسبوع موفقة و